لهوي يا خالتي، هو ده اللي نيجي في نص الليل عشان ما يتسيح لناش؟ ده المنطقة كلها في الشارع. وانا ايش قدراني ان النهاردة فيه فرح؟ كنت مغسلة وضمنا جاتنا، وبعدين ازاي ما يعزموناش؟ ايه الوتو ده؟ يعزمونا ده ايه يا خالتي؟ ده انتي لعنتي سلسفين اللي جابوهم قبل ما نمشي. وهو انا كنت اعرف ان انا هرجع المخروبة دي تاني قطعت. طب احنا هنعمل ايه دلوقتي؟ دول هيزفونا. ولا هيزفونا ولا حاجة، احنا نتسبسب سبسبة كده من غير ما حد ياكل باله، ونمشي يمين كده نخش في الحارة الضيقة، نروح داخلين على البيت من الشمال من غير ما حد ياكل باله، ولا من شاف ولا من دي. يلا بس يلا بينا كده. وقف المزيكا وهدي اللعب، ريح الشبح، ريح ريح الكل يستريح. تحية سبيشال للناس اللي داخلة علينا، الناس اللي دخلتهم نورت الحارة تما. حبيبة قلبي خالتي وخالتي الحارة صباح، وعروستي شوشو بحبك يا شرهان حب على مر الزمان. فضحنا ابن المتخلفة. اوف سيبلي انا بقى التحية دي. تحية مني للست صباح المحترمة اللي لسانها بينقط سكر، والبنت اختها شريهان بنت الحسب والنسب، الناس اللي لما بتقدر ما بتعفيش. وسبحان الله يؤمن ولا يؤمن، هم رجعونا تاني زي القرش الماسك. وقال ايه؟ داخلين يسحبوا زي الحرامية. يا ام فاتن لا ما يصحش كده. مبروك يا ام فاتن، مبروك يا حبيبتي عقبال البكاري. ده انا اول ما سمعت قلت لا، ده انا لازم اجي ابارك وهني. مبروك يا حبيبتي، الف مبروك. جرأة ايه خالتي، انت هتسكتي لهم ولا ايه؟ ما هو لساني مش قادر يتكلم بعد اللي عملته، بس اصبري عليا كلها يومين ثلاثة اتمكن منهم وبعدين ارجع اضربهم بالجزمة زي زمان. لا يا حبيبتي، انت لا جايه لا تهني ولا تباركي، انت جايه بعد جوزك الحرامي ما اتحبس وما شاء الله وشك كان وش السعد عليه. يا بنت الكلب، سيبيني انا الطلعه دي يا خالتي. هتعملي ايه يا شريهان؟ هنقط العروسه. ما بلاش. الف 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 مبروك يا ام فاتن، انا جايه ابارك واهني للست ام فاتن جارتنا وحبيبتنا اللي ما بيطلعش من بقها الغلط، حتى لما كانت خالتي صباح بتمسح بيها بلاط الشارع ما كانتش بتقول بم. وجاية أبارك وأهني لأختي وحبيبتي فاتن. ألف مبروك يا عروسة، أخيراً اتجوزتي مجدي؟ إيه ده؟ ده مش مجدي، ده مين ده يا بيت؟ ده حسن؟ ولا علي؟ ولا عبد الله؟ ولا شعبان؟ ده شكله جديد يا بيت. هو ده اللي هيحاسب على المشاريب؟ طب ليلتكوا زي الفل، والف الف مبروك للعروسين. مين مجد ده يا بيت؟ ده اخويا في الرضاعة. انت جاي ابوظ لي ليلتي ولا رصتهم دول كمان؟ اخواتك في الرضاعة؟ ليه ان شاء الله؟ متجوز بنت طعمة ملك؟ بتخوريني يا فجرة؟ ايه ده ايه ده، انت بتضرب اخت خناجر؟ ليلتك سودا. الحمد لله على كل حاجة، كل اللي يجيبه ربنا كويس، بس برضو يا شريان انا صعبان عليا نفسي. فين يا حبيبتي ايام العز اللي احنا كنا عايشين فيها؟ تلحقتي يا خالتي، ده هما 3 ايام برضو يا شريان استمتعنا. تكفي يا اختي البسين. ايه ده، مين الغلس اللي جاي يخبط علينا في وقت متاخر كده؟ يكونش البوليس يا خالتي بعد الخناقه اللي عملناها في الفرح؟ يا بنت تف من بقك، البوليس جه من زمان ولم كل اللي في الفرح نفر نفر.
طب تفتكري مين بقى اللي هيبقى جاي لنا دلوقتي؟ تفتكري بقى نقعد نتسهر انا وانتي ونتوشوش كده ونتونس؟ ما تقومي يا بنت تفزي تفتحي الباب. ماشي. هاي، ازيكم؟ عاملين ايه؟ هاي صباح، ازيك؟ وحشتيني قوي. ده انا؟ ايوه، انا قعدت كتير قوي عشان اوصل لكم هنا، بس الحمد لله لقيت العنوان على جوجل مابس. وانتي ايه اللي جابك يا سنيوره؟ مش قلتي مش عايزه تشوفي وشنا؟ انا مش جايه اشوف وشك انتي، انا جايه اشوف وش صباح. هو مش ده بيتك ولا بيتها؟ لا يا حبيبتي، ده بيتي انا وخالتي قاعده معايا عشان ما تسيبنيش لوحدي. ماشي، ما تختشي بقى يا بنت يا شريهات، اسكتي خالص. ومالو يا حبيبتي بيتك ومطرحك؟ اهلا وسهلا، نورتي. ده بيتكم مش كده؟ اه جميل. ودي السفره؟ اه دي السفره، ودي قط القعاد. يعني ايه قط القعاد؟ الليفنج. اوكي الليفنج اخرها كي. بقولك ايه، انت هتتريقي عليا بقى وتتريقي على بيتنا؟ خلاص، ما تروحي تعيشي عند اصحابك اللي عندهم التوبلكس. كمان توبلكس؟ انا اصحابي كلهم مسافرين وسايبين التوبلكسات بتاعتهم لوحدها عشان احنا في لونج ويكند وكده، فانا قلت يعني اجي اقعد عندكم يوم ولا يومين. طبعا يا حبيبتي، اهلا وسهلا، تنوري، اعتبريه زي بيتك بالظبط. ميرسي، ثانك يو. ادخلوا ادخلوا. مين دول اللي يدخلوا؟ ايه ده؟ هو في ايه؟ ايه ده كله؟ انا عايزه اقولك ان انا سايبه قد دول مرتين عند واحده صاحبتي، بس جايبه معايا بس الحاجات المهمه. احط الشنط فين؟ دخلها يا ابني جوه هنا في اوضه شريهان. شريهان ايه يا خالتي؟ استنى يا عم انت. شريهان ايه يا خالتي؟ ما تحطيها في اوضتك انت ما دام انت بتضيفيها قوي كده. انا مالي يا بنت؟ ما تكسفينيش، ما انت عارفه ان انا بشخر وانا نايمه، وبعدين البت كيوته ومش هتستحمل. طب وايه يعني؟ ما انا بشخر وانا نايمه وانا صاحيه على فكره، وهزعج الكيوته. عشان كده يا حلوه انت هتنامي على الكنبه. اصلي مش معقوله حنيم الحلوه بنت الاصول دي على الكنبه. اختشي بقى يا شريهان. انتوا مش سامعين هي بتقول ايه؟ دخلوا الشنط في اوضه شريهان، الاوضه اللي شاورت لكم عليها دي. انا مش عارفه ليه حاسه ان انا ناسيه حاجه. كل ده يا اختي وناسيه حاجه؟ لا مش شنط، انا ناسيه حاجه تانيه. انتوا هتاخدوا الست دي ولا اتصرف فيها بمعرفتك؟ شفتي، كنت هنسى ماما ميمي. ابلا ميمي، اهلا وسهلا، نورتي يا ابلا ميمي. دخلها في اوضه شريهان. ماما ميمي. ماما ميمي. ماما ميمي، ممكن تتنزحي شوية كده بس عشان أعرف أنام؟ ماما ميمي عندك سبيس، ممكن تروحي هناك. Thank you.
مجنونة يا قوطة. مش مصدقة انتوا ازاي عايشين من غير privacy كده خالص.